احنا منطقة المنصور دورة السواس. ايش صار حادث البارحة؟ انت كنت موجود؟ شو ما كنت موجود. جابوا السيارة من هنا، العارضات ما كانت موجودة ومكنوسة القاع كلها. جابوا السيارة خطية ما شاف، قبل نزل بالحفرة. ما يدري، وهو ما من المنطقة ما يعرف. قبل نقاط دلالة يعني هاي ماكو ماكو ماكو، لا لا أبد ماكو. إيه ما تخلوها؟ من طلعوا السيارة رجعوا، ما أشوف ذا حق صورها. يعني من طلعوا السيارة خلوها؟ صورها إيه صورها هي أنا. يعني من طلعوا؟ إيه من طلعوا. ورا الحادث؟ إيه ورا الحادث نزلوها. خلوا العوار؟ إيه إيه دحين هاي كانت هاي العارضة كانت هناك. وهسه جابوها يعني. سبب تلك المشروع شنو؟ والله صار لهم 6 سنين بهذي ما يعرفون كل شيء، بعد يشتغلون رجعوا يعيدوه من جديد، رجعوا يفلسون. ذاك اليوم طاق البور جوا وما قاعدين على يضحكون على يسوون. انت تسووها انت كملوها وهي جايك شتا باكر. والله حسب ما سمعنا ان جابوا السياره ويقولون ما موجود العوارض ونزل بالحفره، وكانوا كانسين المكان وهاي منظفين المكان، بس الظاهر ما حاطين العوارض ونزل ابو السياره. حد تأذى؟ لا ما حد تأذى، حتى بالسيارة ما تأذى. السيارة شوي. إيه سيارة تأذت. زين سبب تلكوا هذا المشروع شنو؟ والله تلكوا المشروع هو مشار الواحد هذا المشروع ولي حد الآن. ما كمل المشروع. إيش الطلب؟ نطالب إنه يستعجلون بالمشروع والناس هم انضرت. الناس يعني يصير ازدحامات الصبح هنا. شارع مسدود. والله احنا نريد بس يستعجلوننا بالعمل وهذا هو. اريد نكمل المشروع هذا، هاي العالم ده تشوفه الصبح هيك يا انا هوسه. هاي الدور هيك. الحادث اللي صار والله سياره سايبه هنا ووقعت بالنقره. لا لا الحمد لله ما حد تأذى، بس سياره تأذت والزلمه ما عنده بس خدشي هنا بوجهه.